بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، دائما وابدا معكم كل الاخبار والانفرادات والكواليس. بالتاكيد بالتاكيد الناس كلها زعلانه، بس غريبه جدا انه هذا الزعل بيرتبط بالشعور بالفخر والرضا، وزعلك عشان بتحب، مش زعلك عشان زعلان من الشخص ده، بالعكس عشان بتحبه جدا وعشان كنت عايزه في المكانة اللي استحقها واللي استاهلها. يعني لما تيجي تقول للناس كل طول ما انت ماشي تقابل اي حد، اي حد اللي مالوش في الكورة، اللي مالوش في الهندبول، اللي مالوش في الرياضة، خسارة بس كانوا رجالة، خسارة بس كانوا يستاهلوا يصعدوا، خسارة بس والله العظيم تلاتة لو كملوا ياخدوا البطولة، خسارة بس ما حدش فيهم بخل بنقطة عرق، خسارة بس ايه الرجولة والجدعانة دي. الناس ما بتقولش الا كده، وده شعور الحقيقه مش من السهل انك توصل له، ان انا زعلان ليك مش زعلان منك، زعلان لانه عارف انك عملت كل حاجه، انك موتت نفسك، انك حطيت اسم بلدك في السماء، انك بالفعل ما يعني تيشيرتك اتقطع، بكل نقطة دم فيك كانت موجودة، كل نقطة عرق ما بخلتش بيها بأي حال من الأحوال. وبالتالي نجومنا، نجوم منتخبنا الوطني لكرة اليد، كل التحية كل الشكر كل الاحترام. وأول حد حياهم هو السيد رئيس الجمهورية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن مهزومين خارجين من البطولة. رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول لهم تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالا رائعا على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. هو اللي شكرهم، قال لهم شكرا لكم. على فكرة من أكبر حد في الدولة رئيس الجمهورية لأصغر حد. بقول لحضرتك انا بالظبط فرجتي على المباراه كانت كالتالي، لحد 28 الوقت الاصلي، غير كده خلاص ما استحملتش. عارفين العالم ده، انا عايز احييهم واحد واحد، اصبروا عليا عشان احييهم واحد واحد، اصبروا عليا لانه لازم احيي نجومنا دول فرد فرد، اسم اسم، شخص شخص. ادي عالمنا وادي نجومنا اللي موجودين قدام حضراتكم دول، احمد الاحمر، يحيى خالد، احمد مؤمن صفا، احمد هشام السيد، ابراهيم المصري، وسام نوار، عمر بكار، يحيى الدرع، حسن الداح، سيف الدرع، اكرم يسري، كريم هنداوي، ممدوح هاشم، علي زين، محمد سند، وعصام الطيار، وزملائهم كمان عبد الرحمن حميد واسلام حسن ومحسن رمضان واحمد هشام سيسا. كل الحب وكل التحيه، تحيه للقائد ده احمد الاحمر، ده نجم بكل المقاييس، قائد بمعنى الكلمه، مش هو بس، كل زملائه بلا استثناء، كل نجوم المنتخب الاساسي والاحتياطي اللي لعب واللي كان في المدرجات، الناس اللي شالوا على عاتقهم وعلى قلوبهم وعلى صدورهم اسم البلد وعلم البلد وعنوان البلد، الاولاد اللي تقدموا وبعدين اتعادلوا وبعدين اتاخروا وبعدين اتعادلوا وبعدين اتقدموا، وبقى فاصل بينهم وبين الصعود للمباراه النهائيه ثلاث ثواني، ثلاث ثواني فقط لا غير، هي الفاصل وهي الفيصل. وما خسروش بهجمة ولا خسروا بتكتيك، ده خسروا بقرار إداري، ضربة جزاء في النهاية تعادل بيها المنتخب الدنماركي، ثم ضربات الترجيح بقى، أنت وبختك، ممكن يكون أحسن لعيب في العالم وأحسن واحد في المباراة لا يوفق، لكني هفضل أقول الأحمر الناري على رأي خالد خيري. وكل نجومنا بلا استثناء عملوا كل حاجة، عملوا كل حاجة في كرة اليد، في فنونها، في احترامها، في الاداء. ايه ده؟ ايه الروح دي؟ ما حدش زعلان منكم،
ناس زعلانه عشانكم بس، مش اكتر من كده. ناس عرفت ان انتوا تستاهلوا اكتر من كده، الناس حست ان انتوا تستاهلوا اكتر من كده. والله ما تحس بالفرق بين اساسي ولا احتياطي، ولا تحس بالفرق بين واحد قاعد في المدرجات. بص الاجوان الطياره عامل ازاي، وبص كريم هنداوي عامل ازاي، وبص المباراه رايحه جايه ازاي، وبص انت كتف بكتف، ايد بايد، رجل برجل مع ابطال العالم. انت بتلاعب بطل العالم المنتخب الدنماركي، وكنت قريب بدل المره مرات كثيره جدا انك تفوز وانك توصل وانك تخلص. لكن هو كمان منتخب قوي، منتخب شديد، ولا مجامله تحكيميه. ده احنا عندنا الحظ بغرابته الشديده جدا انه في الثواني الاخيره واحنا متعادلين وفضل 34 ثانيه على نهايه اللقاء والكره معانا يعني نخلص، خطا في التغيير، يوم يطرد منك واحد دقيقتين، يوم كمان الكره بدل ما تبقى معاك تبقى عليك، تبقى الفرصه ليهم، لكنه ربنا سلم وضاعت الكوره. وبعد كده كمان في الثواني الاخيره في الوقت الاضافي الثاني وانت كسبان وفاضل ثواني على نهايه اللقاء، برضو خطا تكتيكي في الملعب او خطا اداري برضو من اللعيبه، مش من اداري من اللعيبه من المدرب، لا من اللعيبه، بيضيع عليك او بيحرمك. ما بقولش بيضيع لانه ما حدش عايز يغلط، لكن هي دي الرياضه. هم دول الولاد، ولاد ايه؟ هم دول الرجاله، رجاله ايه؟ هم دول الجدعان، شجعان. بص بص علي زين مستقتل ازاي، انت جاي تحاسب علي زين ولا احمد الاحمر على ضربه ترجيحيه ضيعها؟ ايه الاماره؟ ايه الاماره؟ تتسقف لده وتسقف لده على المجهود اللي عملوه طوال البطوله، هو هم وكل زملاتهم اللي انا اتكلمت عليهم. واحد يقول لي هو الجون فاضي ليه؟ لانه بتبقى بتلعب ناقص وبتزود، وبالتالي القانون بيسمح، والدنمارك واحنا جبنا جون كده برضه. هي الرياضه كده. ايه ده؟ ايه الروح دي؟ ايه الاصرار ده؟ ايه العزيمه دي؟ ايه الجدعانه دي؟ ايه النجوميه دي؟ ايه التنظيم ده؟ ايه البلد اللي تحدد كل شيء؟ خلي بالك ده لسه الاتحاد الدولي للكوره لسه لاغي بطولتين للناشئين خوفا من الكورونا ولا الكوفيد 19 زي ما بيقولوا، لسه لاغي بطولتين، ومع ذلك انت بتنظم بالشكل ده وتلعب بالشكل ده، ومخلي الدنمارك يا عيني مرعوبين منك طول المباراه، طول المباراه. حتى لما تقدموا عليك مع نهايه الشوط الاولاني رجعت الشوط الثاني وخلصت وتعادلت وتقدمت وتقدمت وقربت. طبعا كل التحيه ليهم، كل الشكر. انا بقول لحضرتك 28 28، قلت ما اقدرش اكمل، اعصابي ما بتستحملش، نزلت نزلت. بس بقى ايه، عمال اسرق كده في التليفون، ابص على تويتر، ابص على صفحه، ابص على موقع، اشوف الدنيا شكلها ايه. تبدا الشوط الثاني متاخر فرق 3 اجوان وتتعادل وتتقدم. ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه الولاد دي؟ ايه الولاد دي؟ ايه الاصرار اللي عندهم؟ شفت اللعيب ده عامل ازاي؟ بص 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 القطع هنا، مؤمن صفا قطع 4 كرات منهم 3 جون بجوان، واحدة الأخيرة جدا اللي كانت ممكن تخلص لهم المباراة في الوقت الأصلي. إيه يا عم ده؟ إيه يا عم ده؟ إيه الولاد دول؟ إيه الدرع وإيه قداح وإيه مؤمن وإيه زين وإيه الأحمر وإيه هنداوي وإيه الطيار وإيه أحمد هشام وإيه المصري ونوار وبكار وسيف وأكرم وهاشم وسند ويحيى إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الولاد دول؟ ايه الولاد دول؟ ايه النجوميه دي؟ على فكره كل الناس زعلانه، كل الناس زعلانه لانه حسوا انه وحيني ما قصروش في حاجه. وبعدين بتوصل تفضل واصل. انا بس عايز اجيب لكم الجون الاخير اللي جه فينا والوقت قد ايه، وفي الاكسترا تايم وانت كسبان وانت شبه مخلص. بص حضرتك الماتش ماشي ازاي؟ جون بجون جون بجون جون بجون جون بجون، ماتش بوكس ابن لذينة رايح جاي. بص ده ينزل يجيب الجون ويطلع. ينزل يجيب الجون ويطلع. بص النتيجة 20-19 20-20 21-21 22-22. بص الكرة عاملة ازاي؟ بص اللي ولاده واصراره عاملة ازاي؟ زي ما علي زين قال لي في الإذاعة، قال لي هي ساعة هنموت فيها، هم يا سلام على اللعبة دي وجمالها، وخد رجل المباراة. جاي تلومه انه ضيع بنالتي، جاي تلوم أحمد الأحمر انه ضيع بنالتي. الله يخليكم عشان خاطرنا سيبوا لنا الهاندبول. عارفين اغنيه لطفي بشناق، خدوا الكراسي خدوا المناصب بس سيبوا لنا الوطن، سيبوا لنا الهاندبول، بوظتوا الكوره.
بتعصبكم وباللي بتعملوه، سيبوا لنا الهاندبول، سيبوا لنا الناس النقيه الجميله دي، سيبوا لنا الولاد اللي بيحبوا بعض دول، سيبوا لنا الناس القريبه من بعض دي، سيبوا لنا الناس اللي حابين بلدهم قوي دول، سيبوا لنا دول، سيبهم لنا، لان دول هنعمل بيهم حاجات كتير جدا، لان عندنا اجيال كمان صاعده عظيمه. خسران فرق 2 وترجع، بص الجون منين، بص الواد بيجيب الجون منين، بص البطل بيجيب الجون منين، بص اللي على الدكه كانه هو اللي في الملعب، بص الكلام، بص هنداوي، بص الطيار، جون. ايه ده حضرتك؟ زعلان انه بعد كل ده يعني عشان عدم التوفيق في بنالتي رايح تهاجم لي لعيب عشان ده من الاهلي ولا ده من الزمالك ولا ده مش، لا يا باشا، بنحبهم كلهم وبنحترمهم كلهم وبنقدرهم كلهم وبنشكرهم كلهم، اذا كان سند ولا هاشم، اذا كان زين ولا الدرع، اذا كان قداح ولا الاحمر، اذا كان المصري ولا بكار، اذا كان الطيار ولا هنداوي، لا دول ما عندهمش، دول ما عندهمش الهيصه اللي انتوا عاملينها دي، دول عندهم بلد، دول عندهم وطن. خلي بالك انا وصلت معاك لحد الدقيقه 57 والماتش ماشي جون بجون، بص ده راجل صباعه جابوا له الدكتور ونزلني وصباعه تلاقيه يعني متدمر، عايز انزل عايز اجيب جون. بص حضرتك الماتش ماشي ازاي، دقيقه 58 27 27 وبعدين هتبقى 28 28، بص هو هيسبقك، بص 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 بص، هنداوي قال لك هو ربنا بس، هو ربنا بس، هو ربنا، بصوا بصوا الاستبسال، ولا تعرف من الاساس الطيار ولا هنداوي، الولاد امنوا بفرصهم. بص حضرتك انت اللي اتقدمت وكنت قريب، بص حضرتك ده الكره هتجيلك، البدلك هنا، البدلك هنا، لان دي كره معاك 28 28، البدلك هنا في التغييره دي للاسف الشديد، ويا ريته ما غيرها مع الاعتراض مع قانون الهاندبول انه تقريبا نزل واحد في الملعب فالكوره تتغير تروح لهم، وانت فاضل لك خلي بال حضرتك انت فاضل لك كام ثانيه، فاضل لك 22 ثانيه دول يجيبوا فيهم جونين ثلاثه، هتلعب على الوقت لحد ما تجيب جون وتخلص البطوله، ومع ذلك ناخدها واحمد مؤمن صفا يقطعها ويضيع لهم جون عشان حدوته غلط، بعدين نوصل لاكسترا تايم وبعدين نجتهد ونحاول ويتقدموا علينا فرق 1 و2 ونتعادل ونتقدم. مباراة صعبة، مباراة صعبة، اهو ادي الدقيقتين وادي ابص باين حتى ممدوح عرف لانه كده معناها انك شبه بتخسر، 22 ثانية وكرة مع بطل العالم وشبه يعني، لكنه تايم اوت ويتكلم ويدي التعليمات وتلحق نفسك من جديد وتخش اكسترا تايم وتتعادل واكسترا تايم وتتعادل لحد ما توصل 35 35 وانت لحد اخر 3 ثواني، لحد اخر 3 ثواني انت متقدم. فرقه عنيفه جدا يا جماعه، فرقه شديده جدا، لكن انت كمان ما شاء الله الفرق بقى 2. انا توقعت بصراحه وانا بتابع كده انه لا خلاص الفرق هيزيد بقى، مش هنقدر الفتنس واللياقه والفريق وعمال يتقدم علينا والفرق بيبقى 1 و2 في اكسترا تايم، ترجع مع مين؟ ما ينفعش ترجع مع دول جامدين قوي، اهو الفرق رجع تاني بقى 2 في الاكسترا تايم، بص هم بره مش مصدقين، وترجع تاني ويرجع ابطالك ويسجلوا من جديد وتقرب يبقى الفرق 1 وبعدين تتعادل. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ تاني الفرق بقى 2 32 30 وخلاص الناس قالوا خلصت 33 31 خلصانه، لكن لا معانا ما بتخلص، ومعاك ايه؟ بتلعب احسن 2 حراس في العالم، وقبل كده سلوفينيا احسن 2 حراس في العالم، وليدنج عليك على طول كده، المباراه انتهت 34 32 وخلاص ظن ان المباراه خلصت، اعتقد كده يعني، لكن مع اولادنا مع رجالتنا المصريين لا ما ينفعش، لا يا باشا احنا جايين جايين، وسام هنا، كل الولاد هنا، كل الولاد هنا ما بيتأخروش، هي دي اللي حسبها عليهم زي ما اتحسبت علينا بالظبط، هي دي
هي دي. هو خلاص ظن انه كسب وانه فاز، وهنا بيطبق القانون. هي دي اللي اتحسبت. هو فكر انه خلص، قال له نفس الغلطه اللي عملها ابراهيم المصري، لانها بيروح للفار. على فكره شركه الفار دي هي بتاعت الفار بتاعت اتحاد الكوره للعلم، يعني يروح تاني ويتابع زي ما انتم بتشوفوا كده لحد ما ياخد قرار. هو ده هنا اسمه تعطيل، وبالتالي هو لو كان بصها كانت خلاص خلصت الحكايه، لكن كده راح مصفر واتحسبت ضربه جزاء في الثانيه الاخيره نسجل منها ونتعادل ويعود الامل من جديد. هي دي اهي، بصوا هي دي، وتبقى الكره معاك ونتقدم ونكسب. ودي لجنه فنيه ودي حكم وراجعوا، وفي الاخر راح مدي لك بنالتي وراح مدي دقيقتين. انا بحاول بس لاني يعني بقول لكم اللي بيحصل شكله عامل ازاي في قوانين كره اليد. قوانين صعبه شويه، قوانين شاقه جدا. الثواني الاخيره اهي، جون تعادل، ارجع من جديد، العب من جديد، حارب من جديد، جاهد من جديد. مش عارف اقول لهم ايه بصراحه، مش عارف اقول لهم ايه غير متشكرين، كتر خيركم، يعني اسعدتونا وفرحتونا ومتعتونا وعملتوا كل حاجه جميله. بص حضراتكم، بص الثواني الاخيره، بص انت كسبان اهو، جبت جون، هنا انت بتخلص، هنا خلاص. غلطة ابراهيم المصري بالظبط زي غلطة الراجل الكبير بتاعهم ده، من احسن اللعيبة في العالم يعني، اللي اتطرد ده، وده من احسن اللعيبة. بنالتي اسمه هانس، هي دي تعادلوا بيها، خلاص خلصت الحكاية، دي طلعت بره. كرة معانا، بص حضرتك، بص الوقت، بص الوقت. فاضل 3 ثواني. هي دي يا ابراهيم، هي دي يا ابراهيم، بس لو ما خبطش فيه سبحانك يا رب، نفس اللي حصل فينا. هي دي، لو فضل وقت مكان، لو تفتح عمل الشيطان. ما علينا، مش هجيب ضربات الجزاء عشان ما ارجعلكوش تاني الاحزان او الغضب او الالم، لكن حبيت احطكم في ملخص المباراه. شوفوا اولادنا كانوا رجاله ازاي، يستحقوا كل تحيه، يستحقوا كل تقدير، يستحقوا كل احترام، يستحقوا كل شكر. بنشكركم ألف 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 مليون شكر.